بين متاح لتراجع معدلات العنف ضد النساء ولو على نحو طفيف، متفائل بمزيد من التراجع في ظل وجود قانون لمكافحة العنف، مطالبا الضحايا بالتبليغ عن المعنفين ومتحفظا على واقعية الأرقام بسبب إحجاب غالبية المعنفات عن التشكي، مقلل من فعالية القانون من الحد في الظاهرة ومطالبا عددا من القطاعات المعنية بتحمل مسؤولياتها كاملة في رفع العنف ضد النساء. تختلف المواقف حسب المواقع، ونبادر نحن عن إخراج الحوار من أزمته. أهلا بكم في العدد الأول من برنامج أصوات المجتمع. أصوات المجتمع، برنامج حواري اجتماعي كل يوم جمعة على الساعة 4 مساء مع عابر جريري. ولسماع أصوات المجتمع وإخراجي الحلول في هذا الموضوع، يسعدني أن أستضيف في الأستوديو كل من الكاتبة العامة لجمعية نساء ديمقراطيات السيدة أحلام بوسروال. أهلا بك. مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين ومشاهدينا ومشاهدينا الكرام. شكرا. والترحيب موصول بالأخصائية النفسية بمركز الصحة الإنجابية بمنوبة السيدة رجاء الفقيه. أهلا دكتورة. مرحبا بكم الكل بكافة المستمعين والمستمعات. شكرا. شكرا. أهلا وسهلا بكم سيداتي، وشكرا لتلبية دعوة أصوات المجتمع. نباشر حوارنا المسؤول في موضوع هذا العدد، العنف المسلط على النساء، لكن بعد متابعة التقرير التالي من أعداد الزميلة روعة الغربي. تعودنا على سماع ألفاظ مثل العنف المادي، المعنوي، الجنسي أو اللفظي وغيره من الأنواع الأخرى، إلا أن هناك أنواع من العنف تمارس بنسب عالية لكنها مسكوت عنها. تتعرض النساء في العالم إلى الاغتصاب الزوجي بنسب متفاوتة، وهو كل فعل أو قول يهدف مرتكبه إلى إخضاع المرأة لرغباته باستخدام الإكراه أو التغرير أو الضغط وغيرها من وسائل إضعاف وسلب الإرادة، وذلك بغض النظر عن علاقة الفاعل بالضحية، وفي هذه الحالة يكون الفاعل الزوج. أدمج القانون التونسي الاغتصاب الزوجي تحت العنف الجنسي في القانون الأساسي عدد 58. 35% من النساء تعرضن لاعتداء جسدي أو جنسي من الشريك. عرفت دراسة للأمم المتحدة المنزل كأخطر الأماكن بالنسبة للمرأة، ولكن 50 دولة فقط تجرم الاغتصاب الزوجي، في حين لا تعرف أي دولة عربية الاغتصاب الزوجي في قوانينها، والبعض منها لا يعتبره جريمة. تتعرض النساء أيضا في المنزل إلى العنف الاقتصادي، هو كل فعل أو امتناع عن فعل من شأنه استغلال المرأة أو حرمانها من الموارد الاقتصادية مهما كان مصدرها، كالحرمان من الأموال والأجر أو المداخيل والتحكم فيها. هو أقل أنواع العنف المبلغ عنها مقارنة بأشكال العنف الأخرى. في تونس صرحت 5.2% من النساء أنهن تعرضن للعنف الاقتصادي من قبل الشريك، وصرحت 7.2% من النساء العاملات أنهن يتعرضن للعنف الاقتصادي من قبل الزوج، العمل أو العائلة. خروجا من المنزل وفي فضاء عام آخر، تتعرض النساء في الفضاء الإلكتروني للعنف الرقمي، هو كل اعتداء أو تهديد باعتداء لفظي أو مادي أو جنسي أو اقتصادي أو نفسي يقع على مواقع التواصل الاجتماعي، ويشمل الابتزاز، الشتم، السلب، التحرش والتهديد أو نشر معلومات شخصية لشخص ما. 60% من النساء تعرضن للعنف على الإنترنت في المطلق، 44% منهم تعرضن له أكثر من مرة، و46.7% من التونسيات يتعرضن إلى العنف الرقمي. نبدأ معك سيدة أحلام. 16 يوم من الفعاليات لمناهضة العنف القائمة على النوع الاجتماعي، وهي حملة عالمية تدعو إلى وضع الحد من العنف ضد النساء والفتيات. تتقام الحملة هذه كل عام في 25 من شهر نوفمبر حتى 10 ديسمبر. أنتم كجمعية نساء ديمقراطيات، شنو ما زالت فما حملات متناغمه مع التظاهر على غرار المحكمه السوريه اللي صارت نهار السبت والاحد اللي فات؟ شكرا على الاستضافه. الجمعيه التونسيه للنساء الديمقراطيات بطبيعتها منذ اكثر من 34 سنه من تاسيسها
تعمل على مناهضة العنف المسلط على النساء والفتيات في تونس. 25 نوفمبر هو اليوم العالمي للقضاء على العنف المسلط، واللي هو تنطلق معه 16 يوم من النشاط من أجل مناهضة العنف، وتختتم بيوم 10 ديسمبر اليوم العالمي للإعلان عن حقوق الإنسان. تظاهرات الجمعية انطلقت مع المحكمة السورية التي شاهدناها في قصر المؤتمرات يوم 25 نوفمبر، تلتها أيضا تقديم خريطة تفاعلية على تقتيل النساء، حالات تقتيل النساء. المحكمة السورية أيضا حملت على تقتيل، كانت حول تقتيل النساء، لأنه بعد العنف اللي شفناه وبعد الدراسات اللي صايرة نشوفوا اللي تطور منسوب العنف قاعد متواصل، ما فماش تراجع كما كنا ننتظروه رغم حملات تحسيسية، وأيضا أمام ارتفاع عدد حالات تقتيل النساء اللي فتنا 27 حالة، حوالي 27 حالة في أقل من سنة، واللي هو رقم مفزع لأنه بمعدل 2.2 امرأة كل شهر تتوفى ويوقع قتلها فقط لأنها امرأة، لأنه عنف مبني على أساس الجنس. الجمعية التونسية للنساء الديمقراطية أيضا يوم 9 ديسمبر سوف يكون لها موعد مع عديد الفعاليات، وهي أهمها حول المساواة والتغير المناخي، مناهضة العنف المناخي والعنف الاقتصادي والاجتماعي المسلط على النساء. أيضا لنا 4 فروع كما تعلمون في تونس: سوسة، القيروان، وصفاقس. في الأربع فروع هذوما فما عديد الأنشطة، وهي أنشطة بالأساس محلية مع شركائنا وشركاتنا في الجهات هذوما، وأهمها نقول أنا اللي حاجتين هما النقاط اللي باش نعملوا عليهم السنة، اللي هما أكثر شيء التحسيس، لأنه مازال عندنا كثير من العمل اللي ينتظرنا كمجتمع مدني لكن أيضا كمؤسسات دولة وكإعلام في علاقة بالوقاية من العنف المسلط على النساء، وأيضا عرض أمثلة. السنة اخترنا أن نمشيو للحالات كيفاش نقولك الملموسة، هذاك علاش اخترنا المحكمة السورية واللي هي من أكثر أنواع معناها النشاطات اللي تكون معناها صعبة التأثيث. خذينا حالتين اللي هما حالة سونيا وحالة كلبوسية اللي هما زوج نساء تعرضوا للقتل على أيدي أزواجهم، وحبينا لهنا من خلال الوضعيات هذوما واللي هما وقع الحكم فيهم طبعا إن نقدموا أيضا إنه ليس فقط التقتيل، وإنما يسبقه عادة جملة من أنواع العنف مثل العنف الاقتصادي، العنف الجنسي، والعنف النفسي. أي أستاذ أحلام، أحنا باش نحكي عليهم النقطة ذي باش نرجع لك فيها، خاطر أحنا هبطنا للشارع وعدست كاميرا أصوات المجتمع هبطت باش تعرف وتشوف تعليقات المجتمع التونسي على أشكال وأنواع العنف، هل هم يعرفوهم؟ شنية مفهومهم وتعريفهم للأنواع هذه والأشكال؟ نمشي ونتفرج في الاستجواب الخاطف للزميلة إيا الشيرني. العنف الرقمي اللي وقت تتعرض المرأة للعنف على مواقع التواصل الاجتماعي، مثلا يبتزها حد بتصاور وإلا يركب لها تصاور هما أصلا مش متاحة. العنف الاقتصادي مثلا التضييق والتقاشف، تبدأ المرأة ما عندهاش خدمة، ما عندهاش سوخس معناها بتاع فلوس، الرجل ها يمارس عليه العنف الاقتصادي اللي ما عادش يعطيها مصروفها، حقها ديما مش موجود لكونه المرأة ديما تعطي مجهود أكثر من طاقتها والفلوس ما تميش بطبيعة العارف هذا كل بشي صغير. العنف الاقتصادي سواء يعني شهرية امرأة اللي تجي لازمها تكون الراجل، ولا شهرية امرأة حق الراجل، وإلا حتى العنف اللي نشوف فيه داخل المؤسسات يعني مؤسسات التشغيل. أنا مثلا أنا تعرفت العنف عن طريق التواصل الاجتماعي، جايب معناها جايب فيديوهات من الانترنت بالطريق الصامت. نحب الموضوع هذا نأكد على أهميته، على خاطر المرأة اللي في تسكر عليها باب مع رجلها ما يعلم بها كان ربي النجم نقوله، على خاطر فما نساء توا في الوقت هذا عايشين وما همش عايشين مع أزواجهم، ما همش متمتعين حتى حقوق، لا حقوق زوجية لا حقوق يجي عليها مش تعيش معه، وهي ما هيش حابة تعيش معه، لكن عندها ظروف لازمها تعيش معها، لكونها يا عائلتهم ما همش قابلينها، يا المجتمع البرا مش يقبلها لكونها هي مطلقة،
هي اللي كونها هي معناتها أولادها أوبليجي باش هو يكون موجود صورة وقتها. أستاذ أحلام كما كنا نشوفوا اللي المجتمع مازال معناتها فما عنده ما فماش مفهوم واضح للأشكال العنف هذية، هذاك علاش احنا نحبوا نعرفوا اللي انتوما عندكم برشا مراكز إيواء في عدة ولايات من تونس تهتم أكثر بالعنف الجسدي. احنا عندنا أربع مراكز اللي هي للاستقبال الانصات والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ما عندناش للاسف بور لو مومون ما عندناش الايواء ما يعبر عنه بالايواء، لكن نعاونوا النساء افكتيفمون باش انهم ينجموا يتحصلوا على ايواء. الجمعيه تقدم الخدمات التاليه هي استقبال الضحيه، الانصات وهو انصات تضامني بالاساس تقوم به مناضلات الجمعيه، ايضا التوجيه النفسي ويقوم به مختصات نفسيات، والتوجيه القانوني، وايضا المرافقه القضائيه. اش معناها؟ معناها لهنا مش بركة المراه تجينا ونعطيوها شنو يلزمها تعمل، لا ناخذ القضيه اون شارج، معناها ناخذها احنا واحدى محامياتنا تتطوع انها تاخذ. عذرا احنا مش نحكيوا فيها النقطه هذه، لكن في الجزء الثاني مع في الاطار القانوني. انا مش فقط للذكر ونكمل نقول اللي الاربعه مراكز هذوما حتى لليوم عندهم اكثر من 1000 امراه. معناها نستقبلوا اكثر من 1000 امراه ضحيه عنف، اغلبهم للامانه اغلبهم عنف زوجي، عنف يصير في الفضاء الخاص، عنف ايضا تمارسه العائله، والعائلة لهنا راهو عندها دور مهم برشا وكبير برشا في الحد من ظاهرة العنف. أيضا العنف في الفضاء العام ولهذا يجيون عليه أقل، لكن احنا نشوفه في انتشاره. العنف في الفضاء العام اللي هو في المواصلات، في المعاهد، في الشارع، واللي هو توا منتشر وخاصة على مستوى المراهقين والمراهقات، وهذا نتخيل اللي هو من أخطر أنواع العنف، لأنه يتزامن معاه زيادة العنف الإلكتروني اللي ذكرتوه في التقرير متاعكم ويعطيكم الصحة. كان تقرير معنيها ضافي. العنف الإلكتروني قاعد يرتفع، في التقرير متاعكم أكدتوا اللي فما 46% من سي تعرضوا أكثر من مرة للعنف الرقمي، وهذا يؤكد انتشار ظاهرة العنف الرقمي. وللأسف قانون 58 وتو تحكيوا عليه أكثر يمكن في الجزء الثاني لم يحمل ولم يخصص بشكل دقيق كل أنواع العنف المسلط على النساء. تبقى الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات تعطي الخدمات هذه بشكل مجاني تماما للنساء والفتيات ضحايا العنف، وتستقبلهم في الأربع مراكز نتاعها، وتقوم أيضا بمرافقتهم في الحصول على الخدمات الاجتماعية مثل الإيواء أو خدمات أخرى في علاقة بالتعليم أو الحصول على عمل أو رفع مظلمة إن كانت إدارية أو غيرها. انتم قاعدين يجيكم معناتها التشكيات هذه في انواع اخرى من العنف غير العنف الجسدي؟ اي عندنا الهرس النفسية طبعا، عندنا ايضا العنف الاقتصادي، حيث عندنا زيادة مع اربع مراكز هذوما بتاع الانصات، فما ايضا مراكز انصات اسمى فني للعنف الاقتصادي المسلط على النساء. عندنا عديد اشكال العنف الاقتصادي وهو عنف مسكوت عنه وقع التطبيع معاه في تونس. عندنا ايضا العنف الزوجي والعنف خاصة الجنسي بين بين الازواج اللي هو ايضا عنف مسكوت عنه وهو معناه متكرر، لانه يعتبروا لهذا من واجبات الزوجة، وهذه معناها عقلية كاملة ذكورية تخلي معناها مترسخة عقلية ذكورية أبوية تمن إلي المرأة ما يلزمش تقول لرجلها على أي شيء. هذه مشاكل من الصور النمطية اللي ترسخت في عقليتنا، ترسخت في ثقافتنا، وخلتنا معناها نعتبروا اللي أجساد النساء أفكارهم هما بحد ذاتهم تابعين لكل ما هو رب أسرة أو رجل بصفة عامة. واضح ما نجموش نحكيو على انواع العنف سواء كان جسدي معنوي مادي من غير ما نتطرقوا للجانب النفسي، هذاك علاش باش نمشيو نتفرجوا في التقرير التالي ونرجعوا مع الدكتوره رجال فقيه. يعرف العنف ضد المراه حسب القانون عدد 58 بانه كل اعتداء مادي او معنوي او جنسي او اقتصادي ضد المراه، اساسه التمييز بسبب الجنس والذي يسبب اذى والم. فعلى غرار الأضرار الجسدية الناجمة عن التعرض للعنف كالأمراض والإجهاض والجروح البليغة أحياناً، للعنف أيضاً نتائج وخيمة على الصحة النفسية للمرأة مثل ظهور الميول الانتحارية على الضحية، كذلك الإصابة بالاكتئاب والشعور بالنقص واضطرابات القلق ونوبات الهلع.
جلد الذات وفقدان الشعور بالثقة في النفس، اضطراب ما بعد الصدمة، ما سينعكس سلبا على حياة المرأة نفسيا سلوكيا وحتى على صعيد استقلاليتها المادية. الدكتورة رجاء، كما كانت تحكي السيدة أحلام، العنف الرقمي هو موجه أكثر للفتيات وخاصة القاصرات. شاهدنا خاصة ضجة كبيرة حول ابتزاز العديد من الرجال للفتيات من خلال تركيب الصور بتطبيق الفوتوشوب ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي. شنو هي العواقب النفسية لهذا النوع من العنف، خاصة أنه الفئة كما قلت لك الفئة العمرية المستهدفة دون أغلبها مراهقين ودون سن 18 سنة؟ شكرا مجددا على الاستضافة. العنف الرقمي كما قالت المدام اللي هو توا مالوغوزمون اللي ما دخلش في القانون وما ثمش عقوبات جزائية تتسلط على القائم به، ولكن كيف وكيف أي أنواع من العنف سورتو الجسدي عنده انعكاسات كبيرة على المستوى النفسي والمستوى الاجتماعي والعلاقة، على خاطر الفتاة باش تلقى روحها تواجه في انفو بروفيل جينيرالمون، معناها صورة ماهيش موجودة في الواقع، مع تحارب في حاجة ماهيش ملموسة. دوكو اللي وقت اللي تلقى روحها في الوضعية هذي تحس بالضياع، ما تعرفش وين تتوجه، تلقى الإحساس بالوحدة، اللي المشكلة هذه باش تعانيها وحدها، تعانيها في صمت، ولهنا تنغلق على ذاتها، ما تلقاش خاطر المشكل اللي المجتمع مش باش يرحمها ويلقي عليها هي اللوم، هي القائمة، أنت اللي عطيتي تصاورك، أنت حملوها المسؤولية، وهنا يولي إحساس بالذنب هو اللي يخليها تصمت، وما تتجهش عادة للقضاء، وما تتجهش للمراكز باش تقدم شكوى، على خاطر عارفة اللي ما عندهاش حتى مخرج من الوضعية هذه، وتتواصل عملية الهرس وتتواصل عملية الابتزاز خوفا من الفضيحة، فلهذا معناها تحاول تعيش المشكلة بشكل فردي، ما تلقاش المشاركة، الجانب التشاركي ما ثماش، لفت ان نتقاسموا الاشكال ونتقاسموا المشكل مع اهل الاختصاص، مع تخف برشا الوقع العنف اللي تعيشه. كيف ذكرت السيدة أحلام الاغتصاب الزوجي، الاغتصاب الزوجي عنده آثار صحية من المفروض على المرأة، فيش تمثل الآثار الصحية والنفسية؟ خاطر كما جرت العادة اللي نحن في مجتمع ذكوري اللي كل شيء هذك واجبات يزمك تقوم بها، والرجل عنده حقوق تعيشوا في صمت. صعيب ياسر باش نحكيه على الجانب الجنسي مع الآخرين، معناها مع أختها مع أمها مع صاحبتها، تعيشوا في تكتم، والكل عنده انعكاسات على المستوى النفسي، معناها تعيش حالة الاكتئاب، ما تلقاش الحلول، هذا هو ينعكس بشكل سلبي على المستوى النفسي، على المستوى العلائقي، على مستواها حتى على علاقاتها بأطفالها، يعني باش تعيش الإشكال بشكل فردي وتتقلق على ذاتها، وهناك إحساس كبير بالخجل وجلد للذات، وتولي المرأة كأنها من واجباتها أن تلبي رغبات زوجها، وما هوش معروف اللي ثم إن ثم عقوبات توا في 58 اللي راهو الاغتصاب الزوجي عقوبة، معناها فعل يعاقب عليه القانون، ولكن الإشكال لهنا بتاو تحكيوا عليه أنتم أهل الاختصاص اللي هو صعيب إثباته، يعني هنا الثغرات القانونية هي اللي موجودة. كل شكل من أشكال العنف كسوة معناها جسدي اقتصادي نفسي عنده انعكاسات جد سلبية على المستوى النفسي، ما نجموش نقوله اللي شكل من أشكال يخلي المرأة في محقم معناها مرتاحة نفسانية، مستحيل. وأثاره الصحية، أثر الصحية على الأثر المرأة، الملادي بسيكوسوماتيك الأمراض النفس الجسدية اللي مع ساعات عندها دي ملادي جلساخ معناها أوجاع في الرأس، أوجاع في الظهر، تقوم الصباح ما عندهاش القدرة حتى تزيدها الرأس، تقولك ما نجمش نشوف في داري هكيكة وما نجمش أعمل حتى شيء، نشوف في صغاري قديم يحبوا يفطروا أنا ما نجمش، عندها ما يسمى بالفرنسية إن أستيني، حالة فشل تام، وتمشي راهي للأطباء أهل الاختصاص وتلقى ما ثم حتى معناها مرض عضوي، ولكن هو المرض النفسي
هو المشكل الإشكال اللي تعيش فيه العلائقي هو اللي يأثر بشكل مباشر على الجسد وتسمى الأمراض النفس الجسدية اللي معروفة. واضح واضح. زيد شفنا في الاستجواب الخاطف اللي كنا نتفرجوا فيه لاحظنا انه اغلب الناس ما يعرفوش شنو معناتها طليق صامت، حتى الاجيال معناتها جديده ما يعرفوهاش شنو هي معناتها طليق صامت، اصلا كي سالناهم ما عندهمش درايه بالموضوع، هذاك علاش نحبوا نفسروا وشنو هي تاثيره النفسي على المراه خاصه في حال وجود اطفال. الطليق الصامت عنده اسباب، على خاطر توا نحن نعرفوا اللي في الظروف هذه اللي تلقى المرأة تشاركت هي والراجل في بيت، تشاركوا في قروضات باش ياخذوا سيارة، ثم التزامات مادية عادة يجبرها انها يعيشوا في نفس المكان تحت سقف واحد، ولكن كل واحد على روحه، هو في الصالة وهي في بيت النوم ولا العكس بالعكس، وهذا اللي يخليها في عزلة. ومالوغوزمون معناها للاسف الشديد الصغار حتى في اعمار معناها صغيره يلاحظوا ويشوفوا اللي العلاقه ماهيش طبيعيه، يعني الاب والام كل واحد عايش نسميها بالفرنسيه كانها كوابيتاسيون، كانهم زوج جيران ولا زوج تشاركوا مع بعضهم باش يكملوا حياتهم في الدار هذيك لاسباب ماديه ولصوره نمطيه في المجتمع انها تحافظ على صوره المراه المتزوجه وهو الرجل المتزوج، واللي عاده قدام الناس يظهروا محلاهم ككوبل حياه زوجيه عاديه وطبيعيه، ولكن ثم في الكوليس ثم برشا وجيعه، ثم برشا خفيه معناها، والاسباب عاده في اون بو با جينيراليزي مي عاده اقتصاديه، على خاطر باش يواصلوا الحياه قدام المجتمع فكالصوره المزيانه اللي متعرف عليها الصوره النمطيه. الصوره النمطيه واضح واضح. نرجعوا لك مدام احلام، انتم كجمعيه حقوقيه وكما ذكرنا معناتها انواع العنف الموجوده واشكالها، من وجهه نظركم كيفاش نجموا نزيدوا توعيه المجتمع على الانواع هذه وكيفاش يوليوا يفهموها اكثر؟ اي اول حاجه نحب نتفاعل مع الاستاذه، خاطر اليوم الطلاق الصامت هو من ايضا ابشع انواع العنف النفسي اللي تنجم تتعرض له المراه، واللي عاده كما قالت هي اغلبه يكون عاده لاسباب وظروف اجتماعيه واقتصاديه، دونك ما تنجمش تخرج، ما تنجمش تخلي الدار، ما تنجمش تخرج، ما تنجمش تخلي الصغار، ما تنجمش تخرج لانها عندها شهريه مرهونه في الدار هذيك، لانه اليوم ما عندهاش عمل اصلا، وهذا معناها من ابشع طرق العنف اللي تنجم تعرض له النساء خاصه لانه يدوم في الوقت. وكما قالت الاخصائيه رجاء، فما معناها عنف يولد مشاكل جسديه بعد النفسيه تولي جسديه، هذاك علاش انا نعتبر لي الطلاق الصامت من اخطر ما تنجم تتعرض له المراه، لانه نوع من الهرسله المستديمه في الوقت، والعنف النفسي واللفظي اللي يستمر في الوقت واللي نجم يكون عنده اثار كبيره. احنا كجمعيه اليوم احنا عندنا على الصفحات نتاعنا فما مازال الوقايه، ورانا نعاود ونقول الوقايه ثم الوقايه ثم الوقايه. علاش؟ لانه نعتبر ان قانون 58 بابوابه المتعدده اللي جاي ما وقعش تطبيقه كاملا، وما وقعش تبسيطه ايضا للمجتمع، وانا نتمنى ان نعرفوا قديش من واحد ووحده تونسيه يعرفوا شنو عليه قانون 58، ويعرفوا اللي العنف عندك ضروره الاشعار عليه، ويعرفوا اللي العنف جي مفصل في قانون 58، واللي المرأة عندها قانون يحميها من العنف هذاك ويجرب كل معتدي. نتخيل اللي نسبة المعرفة بوجود القانون ضعيفة، لا زالت ضعيفة رغم محاولات التحسيسية والحملات. أيضا لابد من إرادة سياسية وإرادة مؤسستية. إذا كان احنا اليوم جمعية نحكيه على 1000 مرأة قاعدين نستقبلوه، فقديش هما فعليا هما قديش؟ لأنه الرقم الأخضر بتاع وزارة المرأة يعطي زادة أرقام كبيرة برشا، وبالتالي الأرقام مفزعة، وبالتالي لابد من العمل أكثر وتكاتف الأدوار هنا من أجل الحد من الظاهرة. احنا كجمعية نعتبر أن الوقاية ضرورية وهي خطوة أساسية وأولية وتنطلق من المناهج المدرسية، حيث أن نربيوا أجيال أخرى على مبدأ المساواة التامة واحترام الآخر، وأيضا نعتبر أن لابد من تطبيق باب الحماية في القانون 58، واللي هو من أحد الأبواب الضعيفة برشا، لأنه ليست لها إمكانيات مالية باش ينجموا يعملوا إيواء للنساء، وبالتالي تبقى في حالات طلاق صامت، حالة عنف
وحالات تقتيل. يعطيكم الصحة، شكرا. فاصل قصير ونرجع بعد لاستكمال ثاني أجزاء هذا المساء من أصوات المجتمع، نخصصوه للجانب القانوني ونخص بالذكر القانون عدد 58. نلتقي بعد لحظات. أصوات المجتمع، برنامج حواري اجتماعي كل يوم جمعة على الساعة 4 مساء مع عابر جريري. مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم من جديد في الجزء الثاني من برنامج أصوات المجتمع في عدده الأول التي لنا فيه موعد قانوني أسبوعي. ويسعدني أن أستضيف الأستاذة حياة الجزار، محامية ومناضلة نسوية في جمعية تونسية لنساء ديمقراطيات. أهلا أستاذة. عيشكم، شكرا على الاستضافة. وتواصل معنا بقية الحلقة الكاتبة العامة لجمعية نساء ديمقراطيات السيدة أحلام بوسروال. قبل الحديث عن الجانب القانوني سنعود بالتاريخ حول قصة إعلان 25 من شهر نوفمبر، اليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، في التقرير التالي. التقطت الصورة عام 1958 للشقيقات الدومينيكانيات الثلاث، باتريا، مينيرفا وماريا تريزا ميرابال، المعروفات بالفراشات. ربما لا يبدو عليهن مظهر الثائرات، وقد لا تحيي الصورة بنهايتها المؤلمة لحياة الفراشات، لكن اغتيالهن بطريقة وحشية عام 1960 أنهى ديكتاتورية دامت أكثر من 30 عاما. وكانت ذكرى وفاتهن سببا لتعيين اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة. فما هي قصة فراشات ميرابال؟ في خمسينيات القرن الفائت عارضت الشقيقات ميرابال نظام الدكتاتور رافائيل تراخيلو رئيس جمهورية الدومينيكان بجرأة، فتم اعتقالهن بالرغم من كونهن جامعيات متزوجات ولديهن أطفال، حيث ساهمن في أنشطة سرية لإسقاط النظام الفاسد. فانضمت كل من مينيرفا وماريا تريزا وباتريا إلى مجموعة تسمى حركة 14 من يونيو، أطلقت الأخوات على أنفسهن ضمن المجموعة اسم لاس ماريبوساس أو الفراشات، مما جعل تراخيلو يأمر بسجنهن. فأدانت منظمة الدول الأمريكية عام 1960 تصرفات الرئيس ليتم الإفراج عن الشقيقات الثلاث، لكن تصاعد تورط الميرابال في المقاومة لفت انتباه الدكتاتور فأعطى الأمر باغتيالهن، ليصبحن الأخوات الثلاث بعد يوم 25 من نوفمبر رموزاً للمقاومة وأيقونات نسوية معروفة باسم الفراشات في أمريكا اللاتينية، إلى أن أصدرت الأمم المتحدة قراراً عام 1999 بتعيين اليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة في ذكرى اغتيالهن الذي يصادف 25 من نوفمبر تكريماً لهن، فأصبح يوماً للتوعية بجميع أشكال العنف ضد المرأة. إلا أن قد يؤدي عدم وجود قوانين في بعض البلدان بشأن هذه القضايا إلى وضع بعض النساء في أوضاع غير مستقرة، لكن في سبيل الحصول على المزيد من الحقوق كان دائماً الأمر يتطلب شجاعة إلى جانب رفض الصمت أو الاستسلام. أستاذة حياة جزار، بعد مرور أكثر من 20 عام لإعلان اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة، إلا أنه ما زالت العديد من الدول لا تحمل معنفات بقانون محدد. أما في تونس قام البرلمان التونسي بالمصادقة على القانون عدد 58 عام 2018. فهل بإمكاننا اليوم بعد 5 سنين من دخول القانون حيز التنفيذ تقييم مدى نجاعة الإطار القانوني الحالي في تونس؟ هو ست سنوات تعدت على صدور قانون 58 أوت 2017، والتطبيق لا زال يشكو من عدة مطبات. أولا مطب العقلية الذكورية الأبوية التي تعتبر أن العنف ضد النساء حكاية فارغة وما هي إلا معناها أحوال تدار في المنزل وفي العائلات، وهي فضاء خاص
ولا يهم المجتمع. أوه قانون 1958 كان حلم من أحلام الحركة الحقوقية وخاصة النسوية في تونس. جمعية تونسية النساء الديمقراطيات عملت منذ سنوات التسعين سويت حملة تحسيسية عام 90 في المدارس وفي الاستاسيون دو بوس وفي الشارع، تفطنا أنه العنف ضد النساء ماهيش حالة منزوية، ما سيبا أنكا إيزولي، هي ظاهرة تمس كل شرائح المجتمع، توت توندونس كونفوندو، يعني المتعلمة والمتثقفة والأستاذة الفلسفة في الجامعة والطبيبة والفلاحة واللي تخدم واللي ما تخدمش. دونك قلنا خنحلوا مركز انصات للنساء المعنفات، سميناه من الأول مركز الانصات للنساء المعنفات. اي نوتر غران سوربريز، يعني التليفون ما عادش يقف، الناس الكل، وكان وقتها عدينا المركز والعدد الهاتف بالراديو، وكانت لا سوربريز، واستقبلنا النساء من كل الانواع الاجتماعيه وبدينا نخدموا ونستقبلوا في نساء وبفضلهن وبفضلهن خدمنا باش القانون هذا يرى النور. دونك كل الأبجديات والفلسفة تاع القانون هذه خرجت من قضايا النساء ضحايا العنف. علاش؟ الساعة أولا المفهوم للعنف في القانون جاء مفهوم دولي مستمد من الاتفاقيات الدولية والمعاهدات الدولية صادقت عليها دولة تونسية أولا. ثانيا شنو العنف؟ جاء بمفهومه الواسع، يعني اعطى توت لا تيبولوجي دو فيولونس، العنف المادي الجسدي المعنوي الاقتصادي السياسي. قعد كان سيبرني تو نحكيوا عليه من بعد. دونك جي اللي وهو عنف اساسه التمييز ويسبب اذى للمراه بوصفها امراه، يعني هذا خدمنا على العنف المجندر، جندره العنف. قانون 58 يحكي على العنف المجندر، تعنف المرأة بسبب جنسها لأنها امرأة، وهذا حاجة مهمة جدا. لويش نحكي، نحب نأكد على النقطة هذه، لأنه قبل في قانون 2000 في قانون المنظومة الجزائية الكود بينال كان موجود الفصل 218 ويحكي على العنف في ما بين الأزواج، على العنف ضد الأطفال من لي بارون، ولكن كانت فيه معناها ما فيهش آليات تحمي النساء. هذاك علاش قانون 58 حبيناه بريفونتيف اي ريبريسيف، يعني وقائي حمائي وردعي في نفس الوقت. وقائي لأنه حملنا وعملنا أنه تحميل الدولة لمقاومة هذه الآفة الاجتماعية. كيفاش الوقاية؟ القانون ينص على أنه الدولة يلزم تاخذ كل التدابير الكافية والمستلزمة لمناهضة العنف ضد النساء. مثلا شنو تعمل؟ يلزم تبث ثقافة اللاعنف، ثقافة أنه العنف ضد النساء ولو أنه في المجال الخاص في العائلة فهو يهم المجتمع، ويلزم الدولة تتدخل باش تحمي النساء في عقر ديارهن ومن أقرب الناس ليهم من الأشخاص اللي عندهم بهم علاقة حميمية. ولهذا قانون 58 هو أكبر مكسب للمنظومة القضائية الجزائية في تونس. أنا نعتبره ثورة على القوانين التشريعية في المنظومة الجزائية الجديدة، وهو أنا نقارنه ديما نقول راهو ثورة كيما جات مجلة الأحوال الشخصية في 56، راهو
عملت ثورة ورجة اجتماعية، قانون 58 جاء باش يعمل رجة اجتماعية للعمل على الحد من هذه الظاهرة. ايه هذاك علاش باش نمشي ونتفرجوا في التقرير التالي للزميلة تقاب قديل على القانون عدد 58. القانون عدد 58 لسنة 2017 هو قانون أساسي خاص بالقضاء على العنف ضد المرأة، يحتوي أساساً على أربعة عناصر، حيث طرح في بابه الأول التعريفات الأساسية للعنف وأنواعه وحالات الاستضعاف والتمييز ضد المرأة، كما نظم الجرائم الجديدة المتعلقة بالعنف السياسي والاقتصادي وجريمة زنا المحارم وجريمة الاغتصاب، ووضح الجرائم التقليدية المتعلقة بالعنف ضد المرأة والتي احتوتها المجلة الجزائية كالتحرش وزواج القصر من مغتصبيهن، بالإضافة إلى أنه بيّن واجبي الوقاية والحماية المحمولين على كل المتدخلين وخاصة الوزارات المختلفة وواجب المواطنين في الإشعار بحالات العنف. كذلك بيّن دور المتدخلين في الضابطة العدلية وأحدث الوحدة المختصة بالبحث في جرائم العنف ضد المرأة ودور القضاء في إصدار قرارات الحماية. كما عرف القانون كل أنواع العنف المسلط على النساء، العنف المادي والمعنوي والجنسي والسياسي والاقتصادي. لذلك يتميز القانون 58 بالشمولية أولاً، أي أنه قانون شامل لكل أنواع العنف للنساء باختلاف أعمارهن، تونسية كانت أو أجنبية موجودة في تونس، وبغض النظر عن ديانتها أو مكانتها الاجتماعية أو الاقتصادية. ثانياً هو قانون رائد، أي أنه أقر جرائم العنف ضد المرأة بصفة واضحة وصريحة ووضع الآليات الكفيلة بالتصدي لها، وأكد على جوانب الوقاية والحماية والتعهد الصحي والنفسي والاجتماعي بالضحايا. دقق القانون 58 عدداً من الجرائم التي لم تكن دقيقة صلب المجلة الجزائية، فأعاد تعريف الاغتصاب على نحو يشمل الذكور والإناث والاستغناء عن حصره في الإناث فقط، ودقق تعريف التحرش الجنسي وألغى الفقرة التي كانت تخيف الضحايا وتعيق لجوئهن للعدالة بتنصيص المجلة الجزائية على إمكانية الرجوع عليهن في الادعاء بالباطل إن لم يثبت التحرش. لم تعد مسألة العنف المسلط على النساء مجرد مسألة فرعية أو ثانوية يتم تناولها صلب قانون عام مثل قانون العقوبات، وهو ما يعكس وعي مؤسسات الدولة بخصوصية العنف المسلط على النساء من حيث خلفيته ومن حيث ارتفاع منسوبه في مجتمعنا. لكن القانون 58 تطرأ عليه بعض الإشكاليات من حيث الردع والتطبيق مع تفاقم ظاهرة الإفلات من العقاب. في تصريح رئيس الاتحاد الوطني للمرأة التونسية سيدة راضية الجربي نهار الاثنين، قالت أنه القانون 58 لا يطلق في المحاكم بالشكل الكافي إذ تنقصه النصوص الترتيبية المرافقة له. شنو هي رأيكم في التصريح هذا؟ القانون فيه نواقص في حد ذاته، يقع تطبيقه أم لم يقع تطبيقه من القضاء هذه تناقش، لأنه نعرف اللي مازلنا كجمعية قاعدين نعمل في حملة تحسيسية حتى يوقع معناها الالتزام بقانون 58. لكن اللي يظهر لي ناقص مش هذا، اللي يظهر لي ناقص هو العمل التنسيقي بين الخمس وزارات بالأساس اللي تسهر على تطبيق قانون 58، واللي هي إجراءات أخرى مختلفة تماما. النص كامل ناقص حاجتين نعرفوهم على الأقل للعيان، معناها للرأي العام، اللي هو العنف الرقمي لم يقع التطرق إليه، ولم يقع أيضا التدقيق بشكل كافي على العنف الاقتصادي شنو هو شنية أنواعه بالضبط كيفيش، معناها ما وقعش ما فماش دقة في العنف الاقتصادي. غير ذلك نعتبر اللي اليوم الاتحاد الوطني للمرأة عليه أن ينكب أكثر على إتمام مؤتمره، وأنه يركز أكثر على العمل مع الجمعيات عوض فقط نقد القانون. خلينا اليوم نشوفه وين كيفاش نقول لك، معناها القيمة الإضافية اللي تنجم تعطيها الاتحاد الوطني عبر مراكز إيواء، لأنه عنده ما يملك له ما يملك من الكثير من الممتلكات اللي تنجم تخوله أنه يفتح مراكز إيواء، وهذه كانت تجربته السابقة. ونتمنى أنه يقع التركيز اليوم من الاتحاد الوطني للمرأة على فتح
مراكز الإيواء النساء لأن أكثر حاجة مستحقينها في تونس. بالنسبة للنقاش القانوني أكيد دائما مفتوح أن نطوروا قوانيننا، لكن لا يبدو معناها للتصريح متاحة هنا مبني على فكرة موضوعية بقدر ما هو فيه نوع من الانطباع أكثر منه تقييم موضوعي. أستاذة حياة رأيك؟ والله القانون مجعول باش يطبق في المحاكم، يطبق طبقا للنص القانوني. التراتيب اللي تحكي عليها هي تدخل في نطاق التدابير التي يجب أن تتخذها الدولة لمقاومة التمييز بين النساء والرجال. مثلا شو معناها تدابير؟ مثلا الدولة في الوقاية، في دورها في الوقاية يلزم تعاقب من يعمل فرق في الأجر ما بين المرأة والرجل. مثلا في القطاع العام المساواة في الأجر موجودة، لكن ما ثماش مساواة في تكافؤ الفرص في البروموسيون في القطاع العام، على خاطر ديما إذا كان ثم مرأة وراجل ولا ثم راجل وثلاثة نساء ديما يتعدى الرجل قبل، وهذه حكاية عقلية. أنت يا دولة كون فيجيلانت في الوزارة متاعك باش ما تتقدم وما تترقى وما تاخذ قرار مكان فيه قرار كان اللي عنده جدارة. وزاد قانون 58 جاء ونص على لا ديسكريميناسيون بوزيتيف، يعني التمييز الايجابي. يعني اذا كان عندك مراه وراجل واحنا باش نجم نطبقوا ونسعاو لمبدا المساواه، ما يسالش كان تعدي المراه قبل لانها يمكن تكون اكثر جداره باش تاخذ البوست. هذوما التدابير اللي يمكن حابه تحكي عليهم السيده راضيه جربي، اللي هما تدابير يهموا الخمسه وزارات اللي هي وزاره المراه، وزاره الصحه، وزاره العدل، وزاره الشؤون الاجتماعيه، ووزاره الداخليه، اللي تلموا الكل في اتفاقيه قطاعيه ان كونفنسيون سيكتوريال باش يشبكوا العمل ما بيناتهم للتعهد بالنساء ضحايا العنف. إلا أنه مع وجود قانون يرتكز على الوقاية والتجريم والحماية العقاب، مازال فما عدد كبير من المعنفين يقوموا باستسهال وترسخ ثقافة الإفلات من العقاب. أذك علاش باش نفسروا أكثر في التعليق للزميلة هبة الحزامي، لكن بعد الإشهار. أصوات المجتمع، برنامج حواري اجتماعي كل يوم جمعة على الساعة الرابعة مساء مع عابر قريري. رجعنا معاكم وترجع معنا الزميلة هبة الحزامي. مرحبا بك هبة. مرحبا بك عبير، وأهلا بضيوفنا الأعزاء. باش نحكيوا على الحلول اللي نجموا نعتبرهم حاجة مهمة في الوعي المجتمعي والوعي الأسري. هذاك علاش باش أنا معاكم في التعليق هذايا. للمرأة التونسية ترسانة مضخمة من القوانين وذكرنا ذي والتشريعات التي تضمن لها أساسيات العيش الكريم، لكن لتحقيق تقدم حقيقي في مكافحة العنف ضد المرأة يلعب الوعي المجتمعي دورا حيويا وحاسما. فمستوى الوعي في المجتمع يعكس مدى فهمه للتحديات التي تواجهها النساء والمعرضات للعنف خاصة، ورفع مستوى الوعي يشكل الخطوة الأولى نحو تغيير الأفكار والسلوكيات التي تساهم في استمرار هذه المظاهر الضارة. من جهة المجتمع له تأثير إيجابي للحد من هذه الظاهرة كإدماج فعلي لمكافحة العنف ضد المرأة في المنظمة التعليمية من خلال تنظيم أيام مفتوحة وورشات، لا سيما التثقيف الجنسي للشباب والبالغين على قدم والمساواة، مما يعزز الوعي بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين، حيث يساهم في تغيير المفاهيم الخاطئة والثقافات المسيئة للمرأة. تمويل الجمعيات والمنظمات النسائية من خلال التبرع للمنظمات المحلية التي تعمل على تمكين النساء
ورفع أصواتهن عاليا ودعم الناجيات وتعزيز قبول جميع الهويات الجنسية والجنسانية. تسخير وسائل الإعلام وهو أمر مهم جدا لمناهضة العنف ضد المرأة من خلال استغلالها كمنابر للتحسيس بمخاطر العنف الأسري للمرأة واللامساواة بين الجنسين، وتنظيم ندوات مفتوحة وحملات توعوية تفسر للنساء حقوقهن وكيفية التصرف في حالة تعرضهن للعنف، الاستماع لتجارب النساء المعنفات والعمل على تلبية احتياجات النساء المعنفات، العمل على تدريب المرأة اقتصاديا وتعزيز قدرة المرأة على كسب المال، وإعطاء المرأة الدعم النفسي والمجتمعي والأسري المناسب، ونشر الوعي في داخل المجتمعات بسلبيات الزواج المبكر والزواج القصري وهو أمر مهم جدا، العمل على تشجيع دور ومكانة المرأة في المشاركة السياسية ومشاركة المرأة في عملية التنمية الاقتصادية، تشجيع المرأة والأسرة في التبليغ عن أي شكل من أشكال العنف ضد المرأة وهو مشكل تواجهه المرأة عادة، مكافحة التطبيع مع العنف والمعنف والمغتصب. هذه الظاهرة منتشرة بشكل كبير في وسائل التواصل الاجتماعي من خلال اتهام الضحية بأنها مساهمة في الجريمة، وتكمن المكافحة من خلال تعميم فكرة مدى خطورة الأمر والتأكيد بأن التطبيع مع العنف هو جريمة في حد ذاتها. ما نجموش نلغيو دور الأسرة زادة اللي نعتبروه شخصيا ويعتبروه معظم الناس دور رئيسي والأكثر أهمية أهمية وفعالية باعتباره أول نواة ينشأ داخلها الإنسان. بعض الحلول تمكن في تعزيز التواصل الفعال داخل الأسرة وتشجيع فتح قنوات حوارية للمناقشة في القضايا المهمة وحل النزاع بطريقة سلمية، توفير الدعم النفسي والاجتماعي للأفراد في الأسرة لتعزيز العلاقات الصحية خاصة مع الضغوط الحياتية اللي نعيش فيها اليوم، تشجيع التربية الإيجابية وتعزيز قيم الاحترام والتعاون في بيئة الأسرة، وتوفير برامج تدريب وورش عمل للأزواج حول مهارات حول حل النزاعات والتعامل مع الضغوط الحياتية، خاطر كما نراو معناها أوقات الكورونا أكثر وقت انتشر فيه العنف بشكل كبير، فما بيك كبيرة صارت في البريودة ذيك، خاطر وقتها وين العبيد معناها اكتشفت حقيقة الأشخاص اللي تعيش معاهم وشركائهم في الحياة. زاد عنا دعم البرامج التي تعنى بتمكين المرأة اقتصاديا وتعزيز مستوى تحصيلها العلمي، خاطر الثقافة أساس المجتمع، إقامة حملات توعوية داخل الأسر بشكل دوري حول أخطار العنف الأسري وكيفية التصدي له. شكرا أنسة عبيد. شكرا مدام حياة. بعد ما سمعنا تعليق هيبة نجم نقولوا اللي الوعي الثقافي ودور المؤسسات الحقوقية والحركات النسوية أهم من الردع القانوني في ظل وجود الإفلات. هو الإفلات من العقاب في خصوص العنف ضد النساء أصبح قاعدة في المحاكم، يعني صعيب باش نلقاو قضية تاع عنف ضد المرأة فيها معناها حكم بالسجن بالنسبة للمعنف إلا ما تكون مصيبة كبيرة، يعني كيما اغتصاب اللي هي جناية، أما هذا سبها وقالها الكلام وساعات حتى يعترف يقول لك هي قلت لها ما هي عملت لي في على مستوى الأبحاث، وياخذ يعني خطية ويروح، ما تكون سبب باش أنها تطلق لضرر لأنه العنف ثابت. أما كمان ما هيش هي على جاء قانون 58 لتغيير العقليات بقوة القانون، قوة القانون مهمة الغوفيان لك القاضي وللمحكمة اللي باش تطبق القانون بكل مهنية، يعني انت قاضي اليوم ماكش باش تحط عقليتك في تطبيق القانون، دورك باش تطبق القانون كيما هو، وجدان القاضي مش معناها راه يطبق عقليته، وجدان القاضي يعني عملها ولا ما عملهاش، قام بالفعل المجرم ولا لا، مش معناها باش تطبق عقليتك الذكورية الأبوية
اللي هو ضربها لازم دراش عملت. يعني الإفلات من العقاب الغلاف من القضاة من المحاكم اللي لا تطبق القانون كما ينبغي. سيدة حياة، كيفاش نجمو احنا نوعي العباد في الإطار هذايا القانوني؟ هل فما تنقيح للقانون وإلا لا؟ لا، ما فماش تنقيح للقانون، لأنه في بالنا أنه الحركات النسوية معناتها تحب. لا، الحركات النسوية ما هيش تطالب بتنقيح القانون، كان خطر تدخل القانون هذا بعد الغيزيستانس لتطبيقه لعدم تطبيقه وتدخلوا البرلمان من جديد، طوي يقلبوه يعني في المعنى الآخر، طوي نقصوا منه المكاسب اللي جات للمجتمع التونسي. احنا فيه ما فيش تنقيح، ما نش طالبين تنقيح، احنا نناضل اليوم كمجتمع مدني وحقوقي لحسن تطبيق القانون. مثلا ناتيك كيفاش مش قاعد مطبق على مستوى مسؤولية الدولة. الدولة اولا ما بناتش مراكز إيواء للنساء المعنفات، يعني لليوم المرأة ما تنجمش تخرج من الدار ضحية عنف لأن ما عندهاش وين تمشي. حتى القانون جاب قرارات حماية يسمح لقاضي الأسرة باش ياخذ قرار إبعاد الزوج المعنف عن المنزل، لكن من محكمة المحكمة تشوفوا يتطبق الطريقة مش كلها كيف وهو على كل حال مكسب، باقي مكسب ثم معناها عمل قاعد يصير، أما مش كيفي، راهو يلزم الدولة تاخذ مسؤولياتها وهي بيدها تناهض العنف حول الحملات التحسيسية، ولن التلفزة مجعولة للناس الكل في الشعب التونسي كل يتفرج في التلفزة، حملات تحسيسية لبث ثقافة لا عنف ضد المرأة في التلفزيونات، التربية الحقوقية على مستوى المدارس. خاطر قانون 58 يحكي على التربية الحقوقية في المدارس، في البرامج التربوية في المدارس والمعاهد وحتى الجامعات. الإعلام يحكي في الوقاية، الإعلام وسائل الإعلام يقول القانون يجب أن تقدم برامج تنبض العنف، منع بث المواد الإعلامية التي تحتوي على مشاهد مسيئة ونمطية للمرأة في وسط العائلة ووسط المجتمع. مثلا نعطيك ان اكزامبل، برنامج علاء الشابي مرة يحكي يقولها يعني طفلة وقع اغتصابها من خالها ومن صاحبه يقولها انت زيدة علاش وقتها ما تكلمتش، يعني ما يعرفش البروسيسوس نتاع العنف كيفاش يبدا، يعني هي عمرها 14 سنة يقع اغتصابها من خالها، معناها يحبها هي تتكلم وتمشي لمركز الشرطة وتشكي وتعمل فضيحة في بلد كان يعني لانتيريور دو باي والكل، يعني هذاك مارس عليها هو كإعلامي عنف معناها كبير، خرجها هي المذنبة. قمنا بالاتصال كجمعية تونسية نساء ديمقراطيات، قمنا بالاتصال بلايكا وعطته عقاب البرنامج، قعد 3 أشهر ما يتعداش في التلفزة. هذه مثلا معناها حادثة يلزم نحكي لكم عليها باش تعرفوا شنية مساهمة الإعلام في تطوير العقليات، عنده دور كبير بتبيع. أي بالنسبة للقانون 58 جاء ليلغي العديد من النصوص اللي فيهم عنف قانوني، احنا نقولوا حتى هناك عنف قانوني، كما مثلا قبل قانون 58 الراجل كيعتدي على زوجته في العائلة يقول تمشي تشكي به هي بك الفورة هذيك من الأول، وبعد العائلة وهو والأولاد يعني عليها الضغط باش تسامحوا، يعني تمشي تسقط حقها في التتبع. قبل 58 قانون 58 كي تسامحوا تسقط حقها في التتبع، تقول عليه شيء ما صدقوا عليها مش كاتش، يروح ويعود لها من جديد ويعمل عليها نفس الضغط وتولي هي مسكينة ضحية ضغط العائلة والمجتمع لأنها هي السبب باش دخل رجلها الحبس.
نظرنا باش انه اسقاط المراه زوجها لزوجها ما يوقفش تتبع، وقانون 58 جاء بالمبدا هدايا، يعني زوجها كي تشكي برجلها للمحكمه راهو ما عادش حتى كان تسامحه البروسيسوس مي ومارش ما عادش، يعني تولي كيما قضيه حق عام، يعني الاجراءات تقعد تمشي ويتحكم عليه طبعا. كيما مثلا زواج الاغتصاب البنيه مراهقه اقل من 18 سنه قبل يشدوه يتعاقب لانه قام بعلاقات جنسيه او عنفها جنسيا، ويتحاسب دونك جنايه كانت يتحل فيها تحقيق، وكانت فصل 227 يسمح له اذا كان تزوجها، يعني هو معنفها ومغتصبها، واذا كان يتزوجها يعني يخرج من الحبس ويتزوجها ويخرج من الحبس وما يتحكمش عليه بالسجن. وهذه منظومة كاملة كانت تحمي المعنف ولا تحمي الضحايا. قانون 58 اليوم جاب لنا حاجة مهمة ياسر، لو ستاتيو نتاع الضحية، مركز الضحية للنساء المعنفات، الكل مرأة معنفة راهي الضحية. شو معناها لو ستاتيو نتاع الضحية؟ يعني يسمح لها باش تمشي للمحكمة وعندها مركز قانوني مهم، ما عادش سامبل شاكية elle peut disparaître à n'importe quel moment، ولا عندها الحق في الغرامات وفي التعويض لأنها كانت ضحية عنف. واضح، يعطيك الصحة مدام حياة جسار. هكا مشاهدينا الكرام نصل إلى نهاية حلقتنا في العدد الأول من برنامجنا أصوات المجتمع، الذي تطرقنا فيه إلى أنواع العنف المسكوت عنها وتأثيرات العنف على نفسية المرأة المعنفة والقانون عدد 58. كانت معنا الكاتبة العامة لجمعية نساء ديمقراطيات السيدة أحلام بوسروال، والدكتورة رجاء لفقي، والأستاذة حياة جسار محامية وعضوة في جمعية نساء ديمقراطيات. انتظرونا في الحلقات القادمة من برنامج أصوات المجتمع لمناقشة مزيد المشاكل الاجتماعية. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.